الحمد لله الواحد العزيز العظيم الشاهد سامع ذكر الذاكر وحمد الحامد وعالم ضمير العبد ونية المقاصد لعظمته خضع الراكع وذل الساجد وبهداه اهتدى الطالب وأدرك الواجد رفع السماء فعلاها ولم يحتج إلى مساعد وألقى في الأرض رواسي راسخات القواعد تنزه عن شريك مشاقق أو ند معاند وعز عن ولد وجل عن والد وأحاط علما بالأسرار والعقائد وأبصر حتى دبيب النمل في الجلامد وسطى فسالت لهيبته صعاب الجوامد ويقول في الليل هل من سائل فانتبه يا راقد وأحمده على الرخاء والشدائد وأقر بتوحيده إقرار عابد فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الذي كان لا يخيب السائل أما بعد أيها المسلم أيها الأخ هل تشعر أحيانا بركود وكساد في مجريات حياتك هل يداخلك ويخالجك الشعور بأنك واقف حيث كنت لم ترتقي في مدارج الرقي الروحي ولا الديني ولم تتحسن أوضاعك في دينك ولم تتبدل أوضاعك في دنياك هذا الركود أيها الإخوة وهذا التوقف وعجلة الزمان سائرة مسرعة ليست علامة صحة إنها ليست علامة صحة وليس أمرا طبيعيا حتى قال بعض السلف قال لا بارك الله لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا ولا بارك الله لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما وها أنا أطلعك على سر من فاز وموطن الخلل في من خسر وخاب فأرعني سمعك وافتح منافذ قلبك واسأل نفسك قبل ذلك يا ترى ما السبب في أن تلك الأحلام الجميلة والخطط المتينة ركضت عليها السنوات بحوافرها حتى بهت حبرها ولم تتحقق طبعا لسنا نعدل إذا حصرنا واختزلنا الأسباب في سبب واحد لأن الأسباب في الفشل والإحباط تتفاوت قوة وضعفا ظهورا وخفاء لكن ثمة عامل واحد ينبغي أن نحتفي به حفاوة كبيرة وهو أن الخطط على الصخور والأرجل ما زالت ناعمة ما حفيت بعد ما زال مطمورا في نفوس كثير منا أنه يتأتى ويصح بلوغ المجد وركوب العظائم دون مكابدة المشاق ولعق الصبر لقد ركب الله تعالى في هذه الحياة الدنيا أن معالي الأمور وشريف الأمور التي نص عليها القرآن كالرسوخ في العلم وإظهار الهدى ودين الحق على الأديان والتمكين في الأرض وإصلاح الأمم والنهضة هذه الأمور ونحوها من المطالب الكبرى لا تحصل للمرء وهو مستكمل راحته ونومه وطعامه وشرابه وترفيهه وهذه حقيقة دل عليها الشرع وصرخت بها تجارب الحياة إذا كان المرء ينام حتى تجهره أشعة الشمس ويبسط خوان الطعام كلما اشتهى ويخصص الأوقات الطويلة للقهوة والشاي والعصائر والفطائر ولا يسمح لنفسه أن يتنازل عن أي فرصة فسحة أو مسامرة مع أصحابه ولا يستطيع كبح جماح تصفح الإنترنت أن يسرق أوقاته مع ذلك كله لا يزال يرجو أن تتحقق هذه الأحلام والخطط العلمية والعملية والدعوية والإصلاحية أو حتى المادية إذا كان كذلك فقد استأصل عقله وزرع بدله مصباح علاء الدين نقص الجدية فينا
وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا أكبر مهدد أيها الإخوة لمستقبلنا الأممي وكذلك لمستقبلنا الفردي. في بيئة يغلب عليها ضجيج اللهو وقهقهات الفكاهة والمرح المستمر الدائم، هل تظن أنه يمكن في تلك البيئة أن تنتج مسندا أو معلما أو معجما؟ الحقيقة أن منطق الحياة يأبى ذلك، منطق الحياة يأبى ذلك. والعلم جعله الله سلعة غالية لا يجلب في الأسواق المخفضة. وسل من شئت من أهل العلم المبدعين، ونقب في السيرة الذاتية لمن يأسرك تدفقه بالعلوم، سترى في كل هذه الشخصيات أن المتضرر الأكبر في حياتهم هو نومهم وطعامهم وشرابهم وترفيههم. ومما يعجب في هذا الموطن أن الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب أحد الصحيحين الذي هو مفخرة من مفاخر هذه الأمة، لما ألف كتابه الصحيح وبلغ إلى كتاب الصلاة وبالتحديد إلى كتاب أو باب مواقيت الصلاة، وأورد هنالك حديث عبد الله بن عمرو المشهور في تحديد أوقات الصلاة، وهذا الحديث جاء بروايات متعددة وطرق مختلفة، فجمعها كلها ورتبها ترتيبا حسنا، ثم لما فرغ من هذا العمل أورد أثرا للإمام يحيى بن أبي كثير المتوفى سنة 129. وفي بادئ الرأي ما ترى مناسبة بين سياق الباب والأحاديث وبين هذه المقولة، لكنه أراد أن يرسل إليك رسالة خفية وهمسة، وأن هذا المؤلف وهذا العمل وهذا الترتيب وهذا الجمع لم يتحصل إلا بعد العناء المضني والتعب والسهر والبذل والتضحية. فأورد حديثا أو أثرا قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله ابن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ومن تأمل ضخامة العلم وقصر العمر وكثرة متطلبات الحياة أدرك أن هذه الكلمة ليست من قبيل الفن الأدبي، وليست مجرد حبر على ورق، وإنما هذه كلمات نقشت في هذا الكتاب بإزميل التجارب، هذه تجربة. وهذا التعب أيها الإخوة الذي يجب تحمله ومكابدته ما يختص بمطلب دون مطلب، وليس يعني مختصا بالأمور الدينية والمطالب الأخروية، بل هذا قانون الحياة، هذا قانون حياة وسنة كونية في كل الشؤون وفي سائر الميادين. حتى يقول ابن القيم، يقول: الكمالات كلها، يعني الكمالات الإنسانية سواء كانت روحية أو مادية أو معا، يقول: الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. ويقول في موطن آخر: قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره وتحمل المشاق. إذن فهناك علاقة شبه حتمية، علاقة شبه حتمية بين التعب والإنجاز، هذه حتمية من حتميات الحياة. وتقدم الأمم، ما تقدمت أمة إلا لما أسست حضارتها على هذا المبدأ، وما تخلفت إلا لما أهملت، وليس له علاقة بتمسك دين أو التخلي عنه. فتخلف المسلمين حضاريا وماديا ليس له، يعني ليس مرجعه إلى تمسكهم بدينهم، لأن الواقع والحقيقة أن التمسك بالدين يعني هو بدن بلا روح، بدن بلا روح، شعائر جوفاء. المهم، أحد الأئمة عبر عن هذا المعنى، وأن هذا الإدراك
ليس مما يعني تختص به الأمة الإسلامية بل هو ما تواطأت عليه الأمم. يقول الإمام أبو إبراهيم الحربي المتوفى سنة 285 وهو علم من أعلام الأمة، صاحب كتاب الغريب في الحديث وتلميذ من تلاميذ الإمام أحمد، قد عبر عن هذا المعنى بجملة وجيزة وحكمة عظيمة. يقول أجمع عقلاء كل أمة، أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. هذه ينبغي أن نجعلها شعارا في حياتنا، النعيم لا يدرك بالنعيم، ولا يقتصر التعب والجهد كما سبق في الوصول إلى أعلى مطلب من المطالب وهو الجنة والسلامة من النار، ولا إلى المطالب العظمى التي حث عليها الشارع كالعلم والإيمان وإطعام المساكين وإصلاح الأمة وإصلاح المجتمعات، بل هو في سائر الميادين. ولهذا ينبغي أن نرتب حياتنا وأن ننظم أوقاتنا وأن نستغل فضل طاقاتنا. يقول الإمام ابن تيمية لذات الدنيا لا تنال غالبا إلا بنوع من التعب. دعونا الآن من هذه القضية، قد عرفنا أهمية التضحية والتعب وتحمل المشاق، لكن السؤال الذي يلي هذا كيف نثبت أنفسنا على هذا النمط؟ قد عرفنا من أنفسنا أننا نجمع على أمور، على مشروعات، على أعمال، ثم بعد برهة من الزمان تخور القوى وننهزم ونتخلى. كيف نثبت أنفسنا على العزيمة والعزم وعلى الاستمرار؟ من أعظم ما يعين في هذا، من أعظم المعينات على الصبر والثبات والدوام والاستمرار، استحضار الثمرة. استحضر الثمرة، اجعلها نصب عينيك كلما دخلك كلل أو ملل، أو دعتك نفسك إلى قضاء أوقاتك في التنقل على منصات شبكة التواصل أو على تمرير مواد يوتيوب. فعلا قضية الهاتف من أخطر المظاهر على الأمم وعلى تقدمهم. في إحصائية هنا في ألمانيا ذكروا أن يعني متوسط استعمال الهاتف عند الشريحة العامة، يعني ليس الشباب فقط، بلغ إلى ربع اليوم، ربع اليوم يقضى على الهواتف فقط. هذا هو المتوسط، وطبعا في شريحة الشباب يكون أكثر، منهم من يقضي 5-6 ساعات 7 ساعات على الهاتف من غير يعني تحصيل علم أو عمل. فهذه القضية المهمة لما كانت مركزية مصيرية في مسيرة الإنسان، ما كان للوحي أن يهملها. ولذا فإن نجد إشارات صريحة في الوحيين تشير إلى هذه القضية. فانظر مثلا في هذا التعبير الفني الأدبي للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول كما جاء في صحيح مسلم، يقول حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ويقول أيضا في الصحيح، يقول الدنيا سجن المؤمن. وأيضا انظر كيف يصور الله تعالى حال أهل النار، يصورهم على أنهم قوم استرسلوا مع الراحة والنزوة، وفي المقابل يصور حال المؤمنين على أنهم قوم يزدحمون فوق جسور التعب. طبعا ليس المقصود تكلف التعب، لكن من الأعمال ما لا ينفك عنه. يقول الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم. ويقول الله تعالى عن سادات الصحابة، يقول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ويقول في نبيه قم الليل إلا قليلا. وقارن هذا بأحوالنا، وانظر
في وسائدنا التي تقوست من نوم الليل والنهار. وفي المقابل يقول الله تعالى في أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ولهذا لما دخل أهل أو لما يدخل أهل الجنة الجنة وتتلقاهم الملائكة كيف يكون ترحيبهم بأي كلمات يكون بكلمات تشعر بهذا تشعر بأنهم تحملوا وتكبدوا. يقول الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في قصيدته المشهورة في فتح عمورية يقول بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وجاء بعده بنحو قرن المتنبي فصور هذا المعنى في صور متعددة يعني غاية في البراعة الأدبية ونبه إلى أن هذه المشاق وتحمل هذه الألوان من التعب هي التي أصلا صنعت الفروق بين الناس، وإلا لكانوا كلهم سواء يقول لولا المشقة لساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تعلو. وأيضا أقام بيتا من عيون الشعر صور فيها علاقة عكس وتضاد بين النفس والبدن، كلما كانت النفس كبيرة تعبت الأبدان، وكلما كانت النفوس صغيرة ضئيلة ارتاحت الأبدان. يقول في هذا المعنى وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فجدوا واجتهدوا في معالي الأمور، حاسبوا أنفسكم على الشهور والأيام والساعات، وارتفع بعزمك إلى المكارم وإلى ما فيه نفعك ونفع قومك أهل الإسلام، فجنسية أهل الإسلام جنسية واحدة، ولا يتأتى ذلك إلا بترتيب حياتك وتنظيم أوقاتك وترتيب الأولويات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.